صباح الخير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج على المحور. على المحور النهاردة حلقتنا خاصة جدا ومتميزة جدا جدا. بيسعدني النهاردة من برنامجي على المحور أني أعلن عن انطلاقة برنامج لو سمعته هتحس أنك أنت في زمن الفن الجميل، في زمن الطيبين. برنامج عايز أكلم مصر، برنامج عايز أكلم مصر، برنامج قوي ومستمد قوته من قوة القائمين عليه. برنامج تحس منه أن كل نجومه ملتفين حول بعض زي رواية، رواية كتب سطورها شاعر ملا سطورها حب، ملا سطورها نجاح، رواية كتبها بتعب بجهاد، في من خلال حياة طويلة، من خلال سفر، من خلال انتظار، من خلال إحساس بشر. وهي كرواية برضو بتحس ان نجومها عاملين زي فصول الرواية الجميلة اللي تحس ان نجومها كل واحد فيهم بيتغنى في حب مصر بكلمات شاعر عشق تراب مصر. كتب لها جمالك يا بلدي، حقك عليا يا بلدي، مصر القيادة، مصر حلوت، واخيرا كتب لها تحيا الشرطة. تعالوا معايا نسمع عاوز اكلم مصر، ونرجع مع ضيوفنا نشوف هنكلم مصر ازاي كلنا. يلا بعد الملحمة الوطنية الرائعة برحب بضيوفي، ضيوف البرنامج النهاردة، الشاعر والسيناريست عصام فوزي. أهلا بيك. دكتورة الإعلامية دكتورة ساندي عبد الصبور، أهلا بيكي. الأستاذة سمية الطيب الناقدة الفنية، أهلا بيكي وأهلا بالسودان وأهل السودان. أهلا بمصر. أهلا بيكي. بعد الملحمة الرائعة دي عايزة أعرف بقى فكرة البرنامج. أولاً إزاي أغنية تبقى برنامج؟ هتقولين عليها. ثانياً إيه فكرة البرنامج؟ الأغنية برنامج، وحياتنا نفسها برنامج، والحياة دلوقتي كلها برمجيات، يعني شغالين على أبليكيشن بنبدأ من نقطة وبنخلص في نقطة. أنا لما فكرت أكلم مصر وأقول عاوز أكلم مصر، كنا في توقيت كنت محتاج ان انا عاوز اعرف مين مصر عشان اكلمها. يمكن الكلام ده من 6 7 سنين فاتوا، او من وقت يعني كانت مصر لسه يعني بتحاول ان هي تنتظم شويه. ناس كتيره بتقدم نفسها بتقول انا مصر، انا كراجل انا واثق في نفسي كمصري. في ناس شايفها ان هي بتعبر عن مصر، وناس بالنسبه لي ما بتعبرش عن مصر. فقلت عايز اكلم مصر وهي اللي ترد عليا بنفسها. عملنا الغنوة بقت أغنية. جه في بالي موضوع احنا ازاي نكلم مصر. هي موجودة الغنوة، وكل واحد كاتب لي يا عم، طب ما كاتب كومنت تحت مثلا يقول لي طب ما تكلمها، انت خايف منها ليه؟ اللي يقول لي مثلا طب ما تتصل بيها. فلقيت الموضوع الناس حباه قوي. فأنا قلت إن اللي عايز يكلم مصر، مصر طالما هي أمنا هنتكلم معاها، بس نتكلم بطريقه الكلام، لان ممكن اتكلموا مع امي او اتكلموا مع ابويا او اتكلموا مع الكبير بتاعي، اتكلم بطريقه تليق بيه. ايوه، ايه فكره يعني ايه فكره البرنامج؟ يعني البرنامج علاقه عايزه اكلم مصر، البرنامج يعني غرض البرنامج، الفكره. الصديقه الدكتوره ساندي عبد الصبور الاعلاميه، في صديق مشترك ما بيننا اسمه الدكتور احمد الكاملي، كان حابب الغنوة برضو معايا، وبيقول طب ما احنا ممكن نعمل برنامج اسمه عاوز اكلم مصر. يعني يبقى نقطة الوصل ما بين المواطن ومصر. نقطة الوصل ما بين المواطن ومصر، ومش المواطن بس، يعني اي حد بيحب مصر عايز يكلمها من دول مختلفة، زي ما الاستاذ سمية من السودان، ومعاه ناس من الاردن، وناس من دول كتيرة، وناس في ايطاليا مصريين، او مش مصري وعاوز يكلمها، يعبر اللي هو عايز يقوله مهما كان هو، بس بطريقة ينفع ان هو يتكلم بيها. احنا طبعا هنيجي نتكلم في يعني في حكاية اللي هي بتلم اجناس مختلفة، ده بعد ما نتوجه للدكتورة ساندي. اهلا يا دكتورة. اهلا بيك. حضرتك مقدمة البرنامج، عايزة اعرف شايفة البرنامج ازاي؟ الحقيقة من البداية خالص لما استاذ عصام فوزي وزي ما قال لي كده، كان الدكتور احمد الكاملي قال لي نتواصل معاه عشان نعمل ملحمة. انا لما سمعت الكلمات عاوز اكلم مصر وكلموني فيها، الحقيقه كنت انا بقدم البرنامج بتاعي هو سمات مصريه،
كنت حابه اطلع فيه الشخصيات الهامه البارزه في المجتمع اللي هي اجتهدت اللي اشتغلت على نفسها، طلعت حبهم لمصر بدون مقابل، ما كانواش عايزين اي مقابل من انهم يعني يدوا بلدهم. الحقيقه لقيت استاذ عصام بيكمل لنا بقى الملحمه الجميله دي، عاوز اكلم مصر. فانا بصراحه رحبت بالفكره جدا، ولقيت ان احنا ممكن عايزه اكلم مصر، هي سمات مصريه، يعني عايزه اقول ايه لبلدي، عايزه اقول ايه لوطني، عاوزه اكلم مصر يعني انتماء، يعني ارض، يعني الارض اللي انا اتربيت عليها، السماء اللي مضلله عليا، الشمس اللي مدفياني. لقيت كل ده في كلمات استاذ عصام الحقيقه، يعني هو شاعر عبقري بكلماته شد الدنيا كلها ليه الحقيقه. ولما اخذنا انا وهو قعدنا يعني كده فكرنا، هو بصراحه بيخلق من لا فكره فكره بالظبط. لقينا كل الجاليات المصريه الموجوده في ايطاليا، دكتور محمد سليمان تحيه منه مننا ليه هنا، حرك الحس الفني، هو ما عندهم حس يعني وطني جامد حقيقي، ابتدى يتحرك كل واحد بقى يكلم مصري من لبنان. ماما نجات، استاذه نجات شاعره واديبه في لبنان، لقيناها بتكلم مصر رغم انها مش مصريه. لقينا ناس وطنيين كتير قوي، شاعر جمال، استاذ جمال، الشاعر استاذ هاني معانا نخبه. لقينا كله داخل متحمس بيقول ايه لمصر؟ ليه؟ احنا اول اصلا ما بتتقال كلمه مصر دي كلنا طبعا بنحس. انت ممكن تسمعي اغنيه وطنيه تعيطي طبعا. انا سمعت الكلمات بكيت الحقيقه، يعني لاني انا عندي انتماء لبلدي زي اي حد من صغرنا اتعلمنا يعني ايه وطن، يعني ايه امي ابويا وطني، دي الحاجات اللي احنا نشأنا عليها. فالحقيقه يعني استاذ عصام عطانا اكبر ملحمه جميله، وانا حاسه ان شاء الله باذن الله هنعمل حاجه قويه باذن الله. ايوه ده احنا بنكلم مصر، لكن لو حبيت اقول البرنامج هيضيف ايه لمصر، هيقدم ايه لمصر، هنقدم ايه؟ الحقيقه ان هو هيضيف فعلا. انا هقول لحضرتك حاجه، كل واحد عنده انتماء لبلده هيقدم من خلال البرنامج ده حاجه. احنا بس مش عاوزه اكلم مصر ان انا هقول كلام كده وخلاص، لا. كل واحد هيطلع اللي هو عايز يقوله لبلده، في حد هيطلع ده على شكل مشروع كويس يقدمه لبلده، في واحد هيطلع لكلمه عتاب هيقولها لبلده، في حد هيطلع كلمه شكر لبلده. الحقيقه مش هنقدم حاجه واحده بس من خلال عاوز اكلم مصر، الحقيقه انت هتشوفي مواهب، يعني احنا في الوقت القصير ده احنا شفنا مواهب حقيقه. ناس كتير قوي قدمت لبلدها حاجات كتير قوي، وعايزين كله عايز يخش يشارك بكلمه بمشروع، طب نعمل ايه المصري، طب ايه يفيد. تمام. الحقيقه يعني لا هيعمل يعني كتير. اذا يعني ممكن نقول البرنامج هيبقى تمهيد او يعني بدايه لمسرح لوت. الحقيقه لانه في الاخر في الاخر بعد ما البرنامج نقدم لمصر اكيد في الاخر مسرح لوت. انا شغال على مصر، انا شايفه ان كل اول جمالك مصر اتكلمت عن جمال مصر في وقت قلت لها حقك عليا يا بلدي، قلت لها حقك عليا يا بلدي، زعلك على العين والراس. من ناس بقى القضيه مرتزقه من غير هويه، من ناس عايشه بلاش، وحقك عليا وحقك مش هضيع بلدي. أيوة. احنا برضو اولادها بنجيب لها حقها وبننجح، ومصر بتحلو كل دقيقه، وفي الاخر مصر تحلو بيكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذه سميه، كلمتي مصر ازاي بما انك مواطنه من السودان؟ انا الحقيقه مواطنه من السودان بس مقيمه في مصر، بما اني درست دراسات عليا في مصر، وحبي لمصر جاي من خلال حاجات كتيره، احتضان مصر ليا، تعليمه ليا، معامله الناس، الاخلاق. المصري بشوش، بيقابلك ما بيحصلش تساليه ما يجاوبك يعني. والسوداني كذلك برضه يعني. فبيبقى المصري والسوداني ما فيش حاجه تفرق بينه الا اللون تقريبا. فاحنا النيل بيجي ماشي بنشرب منه كلنا. أيوة. زي ما قلت لك احنا بنشرب الاول وبعدين بتشرب انت. بتشربوا الاول وبعدين احنا بنشرب بعديكم. احنا قبليكم بقى. ايوه. فعشان كده احنا بقينا سمره. انا مصر من خلال مدرسه الحب والسلام المؤسسه الاستاذه الشاعره عصام فوضي، يوم بتصحف كده في الفيس فلقيت اغنيه اسمها اللي كتب ربنا ليك، هو دعاء فيه سمو روحي واتصاله الدائم بالخالق سبحانه وتعالى، وعجبت به فانضميت للمدرسه. انضمامي للمدرسه بعد كده بديت افعل انضمامي مع سودانيين ينضموا للمدرسه، بتحبوا مصر ازاي؟ دخلوا في الجروب، بيجوا في الدردشه بتاعت مدرسه الحب والسلام، صفحه مدرسه الحب والسلام. بعد كده انا استاذه في مدرسه
عندي بدرس الابتدائي. يبقى نحن قاعدين في بلد محتضنانا ساكنين عايشين مفيش حد بيسالنا. فانا دايما بديهم حب مصر، مصر اهرام جميل، مصر النيل جميل، مصر الشوارع مصر بنيان العمران، مصر الناس الانسان اللي بيقابلك في الشارع يقول لك رايحه فين، اقول له رح قال لك فين. فاجمل حاجه انه الانسان المصري بيقابلك بروح طيبه. دي الحاجه اللي خلتني انا احب مصر. وبعد كده يعني اولادي برضو ما بخليهم ينسوا اصلهم اكيد، لذلك بربط البلدين مع بعض بما ان احنا كنا واحده بلد واحده. فمصر والسودان اخوان من زمان، في تزاود وفي اسر مش حاجات كثيره. ان شاء الله احنا هنكلم السودان وهنكلم افريقيا كلها، اخواتنا واهلنا. احنا افريقيا واحنا الانسان. احنا هنكلم السودان قريب وهنعمل غلوه وهنعمل اوبريت انا مكلمها يشمل كل دول افريقيا. كلمتيها وقلت لها ايه؟ قلت لها مصر، قلت مصر يا امنا يا حضن بضمنا، مصر الحب مصر الهنا مصر هبه ربنا. قلت مصر يا وطن يا مكان يا روضه للانسان، مصر الخير مصر الامان، مصر غيمه وظل شجره كبيره ثمارها تكفي الكل، مصر يا امان مصر يا حنان يا انسان، مصر يا امنا يا حضن بضمنا، مصر يا حلاوه يا كلنا. عايزه اكلم مصر. جميله ما شاء الله. جميله بس ما شاء الله. شاعرنا الشاعر عصام فوزي، عايزه اعرف منك اولا، حضرتك قلت برنامج عايزه اكلم مصر من خلال مدرسه الحب والسلام. ايه مدرسه الحب والسلام؟ هي مدرسه يعني، انا لفت نظري الاسم الحب والسلام، يعني انا كنت اتمنى ابقى خريجه مدارس الحب والسلام واولادي كذلك. فاشرح لنا ايه مدرسه الحب والسلام دي؟ مدرسه الحب والسلام ده كيان فني، مؤسسه بتقدم فن، تفهم في الفنون، المزيكا الشعر السينما الدراما، بنقدم كل الحب والسلام في شكل فني، مش من خلال انا بس كشاعر، من خلال شعراء تانيين كتير وفنانين كتير على المستوى العالمي. يعني اقدر اقول من طموحك انك تعمل مجمع فنون عربي؟ انا عملت بالفعل وعندي نماذج وعندي حاجات كتيره جدا موجوده، عامل اغاني المطرب تونسي المطرب نور العرب، دعوه للصلاه زي كلنا نصلي في اي مكان في الدنيا، واللي عاوز تعرف انت مين وايه فايدتك، عاوز توصل لربنا وتضمن جنتك صلي، امشي دايما في طريق الخير، مد ايدك ساعد الغير، روح للحق لو كان فين، وادعي الصبح وقوم الليل وقول يا رب ساعدني واصلي. دعوه للصلاه لكل البشر، كل واحد لو صلى هيبقى كويس، صلي باي طريق بالطريقه اللي هو اتعلمها، فاي زي ما اتعلم الصلاه في الاخر هو الهدف ان هو يبقى كويس. العالميه الدكتوره ساندي، عايزه اعرف انت شايفه شكل البرنامج ازاي؟ هل البرنامج هيبقى برنامج فني اقتصادي سياسي؟ بما انه هو بيضم كوكبه من البلاد المختلفه، هل هيبقى اقتصادي؟ هل هيبقى دبلوماسي؟ لا الحقيقه انا شايفه البرنامج ان هو هيضم كل ده، هيبقى سياسي اقتصادي غنائي. البرنامج الحقيقه انا عايزه اقول لك ان احنا اول ما قلنا ان احنا مثلا هنبتدي برنامج وعايزين نكلم مصر، الشاعر دخل كتب، الفنان رسم، المغني غنى، كل واحد عبر عن حبه لبلده بحاجه شكل. فالحقيقه انا شايفه ان هو هيبقى متنوع، هيشمل الغناء والشعر والتمثيل والاطفال حازم شايفهم حتى يعني انا اولادي في البيت لما بقول عاوز اكلم مصر الاقيهم داخلين بقى بيغنوا عاوز اكلم مصر، وترد عليا بنفسها حفظه، سهله قوي ان هي تتحفظ. طبعا انا من هنا بناشد يعني كل المؤسسات في مصر، وده حقيقي بيحصل بالفعل خصوصا مؤسسه التعليم والتعليم عن بعد والتعليم الالكتروني اللي انا دايما بتكلم عليه، يعني لان ده الطفره اللي حصلت في الوقت اللي فات ده، ان احنا عاوزين نكلم مصر من خلال خلال التعليم عن بعد، ننمي الحس الوطني عند الاولاد. يعني ايه مصر؟ احنا زمان لما كنا في مدارسنا وكان يتقال النشيد الوطني كنا بنتهز كده، يعني كان ليه هيبه طبعا ومازال. فطبعا احنا كل ده بنعزز الحس الوطني عند الاطفال. ان انا بقى اخلي البرنامج بتاعي شيق ان الولاد يغنوه والشاعر يكتب له شعر وكل واحد يقوله بطريقته، لا حقيقي ان هو هيبقى متنوع وهيشمل كل ده ان شاء الله باذن الله. واحنا الحقيقه من هنا بنهديه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي البرنامج بتاعنا،
وبنقول له الحقيقه اغنيه عاوز اكلم مصر كتبها الشاعر عبقري الغنائي استاذ عصام فوزي، من هنا بنلقي له الف تحيه وبنقول له ان هو كتبه بقلبه قبل ما يكتبه بايده او بيكتبه بكلمات، حقيقي استاذ عصام كتب الاغنيه دي بقلبه، واحنا من هنا بنهديها له لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول له دي اقل حاجه يعني ممكن نبعتها لك على المجهود وعلى المشروعات وعلى الحاجات البارزه الايام اللي فاتت دي اللي حظيتها مصر الفتره الاخيره يعني. انا قلت له مصر حلوت بيك يا رئيسنا. انت بطلنا وانت فارسنا يا فخر مصر وفخر جيشنا، بنقول لك كمل واحنا بعد. ده الاوبريت اللي هنجهزه هنعرضه المره الجايه يبقى كامل. ان شاء الله باذن الله. يعني ده وعد منك في البرنامج ان في حلقه ثانيه اول صبح برضه يبقى فيها حضرتك انت اول ما نرحب بالفكره زي بقيه اصدقائنا وحبايبنا اللي شافوا الموضوع، انت مشكوره بتستضيفينا عشان نقول ده. فاسمحي لي انا عايز اسالك سؤال قبل ما نمشي يعني. اتفضل. حضرتك الدكتوره ميمة الفايق لو هتكلمي مصر هتقولي لها ايه؟ هقول لها بحبك يا مصر. بحبك من كل قلب. بحبك يا بلدي. اكيد. استاذة سمية، حضرتك كمدرسة في مدرسة سودانية، ايه انعكاس مدرسة الحب والسلام على المدرسة؟ يعني على شخصيتك وعلى ما بتقدميه للطلبة. هو طبعا الطلبة هنا موجودين، بس هم زي ما قلت لك المفروض ما ينسوا انتمائهم. يعني بيشتغل على الحتة بتاعت ان انت سوداني، لكن في نفس الوقت انت مصري. فمدرسه الحب والسلام مثلا دعاء اللي كتبه ربنا ليك، لما يقولوا الاولاد ما بيقولوا بلهجه السوداني، انا بدرسهم بالسوداني والمنهج كتاب سوداني، بس لما اقول لهم عايز اكلم مصر هيقولوا بالمصري. يبقى انت شايف حد سوداني بس بغني مصري بكله بتفاصيل الغنيه. فاثناء ما هو في علمناه لحضرتك اذقتيها بصوتك، علمناه ازاي يعد. علمناه ازاي يعد وينتج حروف الكلام. القصيده قال عصام، وانا اشتغلت على اساس انه احنا بننمي الطفل من صغير، بنعلمه كيف يتكلم، كيف يتاتي ويمشي تاتي، بعد شويه بنلعب معاه وبنهزر معاه بنضحك، بعد شويه بنديه واحده واحده. لما في المدرسه زي طفل عارف ان هو يعني بيشتغل من خلال مدرسه الحب والسلام، عارف ان المدرسه اسمها مدرسه الحب والسلام طفل. وعارف المعنى. يعني الحب، نحن الحب حب كتير، بس احنا لما نتعامل مع بعض بطريقه جميله يبقى احنا بنحب بعض. اللي هو شعار المدرسه مدرسه الحب والسلام، مدرسه التقاء الحضارات. اللي احنا كلنا بنقول ان احنا بنلتقي. نقول حلاوتنا في لمتنا. الحب والسلام في كل حلاوتنا في لمتنا لما الحب يكون دولتنا، العالم كله يعيش في سلام. دي اخلاقنا وتربيتنا، ديننا حب، ديننا سلام، ديننا سلام. طب عايزين نسمع بقى جمالك يا بلدي. جمالك يا مصر. جمالك يا مصر. نقول جمالك يا مصر حير كل الشعراء وفاق اي جمال، جمال ارضك جمال شعبك جمال نيلك ملوش مثال، جمال غنوه كتبها شاعر في لحظة أمان، جمالك قصة كتبها تاريخ سجلها الزمان، جمالك علم وفكر جديد هينور كل مكان، جمالك يا مصر. هترجع لنا الاستعراض اللي احنا مفتقدينه؟ هنرجعه في أغنية. البرنامج الاستعراضي اللي بقى فيه في الفواصل استعراض واستعراض في حب مصر، هترجع لنا الكلام ده؟ الاستعراض دلوقتي بقى في التشكيل اللي بتعمله القوات بتاعتنا على الحدود وفي الشارع وفي شرطة نفسها. ده الاستعراض اللي احنا عاوزين نتفرج عليه. احنا مش عايزين نرقص تاني. انا عن نفسي عايزين نشتغل شوية، بقالنا عمر كامل. انا عن نفسي عمري اللي فات كله هعتبر نفسي كنت برقص. انا عايز اشتغل، عاوز الناس تشتغل كلنا الفترة دي، نحط ايدينا في ايدين بعض زي ما بنمشي في الشارع بنلاقي الدنيا بتتطور، كل واحد يساعد باللي بيفهم فيه، اللي بيعرف فيه يعمل، مش مطلوب منه يعمل اكتر من اللي هو عارف فيه. حضرتك دكتور ركز انك تطور نفسك كدكتور، حضرتك مذيع ركز انك تبقى مذيع شاطر، محامي تبقى محامي شاطر، فني في صنعه في نجاره في ديكور، طور نفسك عشان مصر محتاجانا قوي. ان
شاء الله. انا بشكرك الشاعر عصام فوزي، بشكرك حبيب. بشكرك الاعلاميه دكتوره ساندي عبد الصبور، بشكرك استاذه سميه الطيب، بشكركم انكم نورتوني النهارده. اعزائي المشاهدين بشكركم، انا 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 هشكركم وهمشي، بس هسيبكم مع تحيه الشرطه مع الشاعر عصام فوزي. بشكركم اعزائي المشاهدين، على امل لقاء ان شاء الله الحد القادم في برنامج على المحر.